وطلنا حاجة يا عم، الساعة انت وطلنا الحساسية الجديد اللي حصل، اللي انت تقدر تطور السلاح اللي معدت. السلاح اللي معايا ايه ده؟ السلاح اللي مش قاعد لونه كده، عشان انت تقدر تغيره وتتحكم فيه في تحديث كمان. انت تعرف تطير، انا عارف التحديث، انا عارف اطير من غير شباك يا ابني، انا بطير بيهم. بس في تحديثات جديدة اهي، بصوا في راجل كوكاكولا، وفي راجل كوكاكولا والمقاطعة. ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ الشباب بيتفرج علينا يا استاذ صرصار. نعم، ايه ده؟ ما هذا اللي يحصل؟ لازم استنى شباب كده اجيب الكاميرا، معلش الكاميرا بتعرف عندي، ولازم تجيب كويس. دلوقتي اهم حاجه تعمل اللايك واللي اشترك في القناه وتفعيل زر التنبيهات. النهارده هتشوف شخصيه جديده زي استاذ صرصار واللي زيه. طبعا الصرصار زي ما انتوا شايفين هو الصرصار، هنعمل منه بس في الاول ايه، قولوا بسم الله. بدأ اكلمكم في موضع كويس يعني، يا دوب يعني. طبعا انا هقوم اعمل كده. ايه ده؟ اوه يا شباب، ده فيه وانا ما اعرفش ليه انا بموت. ايه ده؟ انا مش بموت والله. مش الهيس، مش الهيس بتاع مكتوب تخلي في الكاميرا يعني. يعني شو اسوي؟ انا عايز حد يموت. اوه انا كده هضطر انزل جي سيو سيو يا عمو. يلا 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 دلوقتي شباب، انا كرياتيف فاهمين، انا في اللعبة دي كرياتيف. تعالى نعمل مثلا اتحداك انا بس دوت كده كيك. عايز ارجع عادي يا شباب وموتوني. اي كده احسن. اوكي يا شباب، دلوقتي في حاجة من التلاتة، هل اجيب الاربع شي دوت؟ اذا في اربع شي ببلاش بس في حتة تانية، هل اجيب دوت دوت ال دوت؟ لما انا اخدت كل الاسلحة عشان كده الاسلحة خلصت. لو في مصر استعمل خدنا الاسلحة قبل ما قبل بس نبدأ حلقة النهاردة يا دوب يعني. هنظبط حالنا كده يا شباب، حالنا في النازل. هنجد دلوقتي مسدس، بس اهم حاجه تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم كده. المبنى الصح اللي انا المفروض نهاجم فيها يا شباب. دلوقتي هنختبر الصوصار اختبارات صغيره. يعني ايه اختبارات صغيره؟ يعني دوت مثلا ضد عمرو وضد المرضان. قولوا ممكن عمرو المرضان يجيب نتيجه. السيدة يا شباب والله السلاح غالي، بس انا اكيد هنتعرف. وانت اهو صح كده، كان نايم عمر رمضان. عمر رمضان عايش، عايش يا عمر رمضان، عايش يا عمر رمضان. ايه مرضان؟ تعال يا مرضان، غبت عليا سنين. طبعا ما تزعلوش مني عشان بس ما كنتش كنت نسيت ان انا كنت بصور جرس موت يا شباب، معلش. ايه يا عم رمضان جبت عندنا ببلاش ومجبتش الفيديو؟ ايوه اعمل لهم باي 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 للشباب، باي باي. بس يا شباب بيصبح عليكم، باي. ارفع دماغك، ارفع دماغك، بصلي كده، بصلي. بص يا شباب قاعد. الله استنى خليه يسجد عشان خليه يركع، اركع. لا اركع كويس، لازم تصلي. اوقف الاول، احاول اوقف. اوقف او بيقف بيقف. اوقف يلا، والناس دعوا بيه في هذه الجثة. هنختبر استاذ صرصار باختبار يعني كل بصوا واحد او بينزل صعقة ولا ايه، مش مهم. هنحط دوت دوت. اوكي 3 2 1 ليتس جو. طبعا ده من شخصيتها والنجا فاهمين. عاش، انا ممكن اولع فيها او افجر. بصوا يا شباب
بص يا شباب، ايدي بقت طويلة، ايدي بقت طويلة. استنى بس بس عشان بكره، بس انا بكره. خد يا ش... خد قنبلة، خد برميل محمد الكوانت. اوكي دلوقتي يا شباب هنبدأ بقى بالحروب العملاقة. عارفين ايه الحروب اللي داخلة بالجيش القوي والجيوش واللمة؟ فاهمين؟ عشان سوسرات، على شوية على شوية على بتنجانة، شوية ابو الموت، على شوية البتنجان مش عارف مين، ولا شوية ابو النجا. فمين الحروب بقى تبدأ تقوى؟ انت مش فاكرين مش هقويها انا شوية حبي حبي؟ ده انا هدمر الدنيا يا شباب. بصوا يعني اضطر كده ومش هتجيش حلو، وهتشتبري دم 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 يستاهل عشان ما يزعلش مننا. طبعا لما ينزل عايز الواحد بس عايز 20 لايك، عايز 15,000 لايك. ولا حط لنا ماي نينجي، وحط لنا اللي بيجري عشان يقوى. حلو قوي كده، ما تبصليش انا. وانا مثلا نحط لنا جزالا، نحط لنا 3 عم رمضان، وكذلك نحط لنا 3 اشتبري ضب 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 يا سياسة العملاق، طبعا اقوى من عم رمضان. ونحط لنا سكلتر، بس السكلتر ده هيبقى بعيد شوية. معلش لا يا عم هاته قدام، لسه فرق الكاميرا الجاي، بس هيموتوا في سنة. انا عارف انا، بس ايه بسيبه يحج شوية يعني حاجة للشكل، فاهمين؟ ما اصلا مش هيعمل حاجة. 2 سكلت ان هو ملوش لازمة اصلا، و3 من دوت. مثلا انزل يوم، ومثلا 2 من دوت. طبعا ده قوي جدا عشان بس تعرفوا ده قوي. لو مش هنزل ده قوي جدا هيقطع عليهم. ننزل مثلا 3 من دوت، حلو قوي كده. اذا شوف بص الرجل بتاعته بقى طابيض، بصوا اهي حلو قوي كده. اذا الجثه دي ميته، الخروج بره جثه. دلوقتي دخلنا في الجثه، دخلنا دلوقتي في الجيش كمان. طبعا هيجي اول حاجه 4 سماعة، اها مع 4 سماعة. طبعا هنبدا الدنيا تخفض، هنجيب 5 من دوت. ده انا يا شباب هعمل ايه في حرب شاملة؟ فاكرني انا اي كلام؟ لا انا هعمل حرب شاملة. حط الكاميرا اشتبري ضم اللي بيتجسس عليهم. انا شباب بصوا بيشوفوا بيعمل او دي كاميرا مراقبة بتروح تمشي عشان يشوفوهم. اكيد انت شفتهم يعني هم بيعملوا الحركه دي. اضطر اقول كده كفايه ان العيله كلها اتملت. بصوا لا هتطحن بعضيها يا عيني. خلاص احط حاجه يعني اخر حاجه هي دوت. بصوا يعني كده المفروض دي حرب شاملة 100%، ان كل دول هيقتلوا بعض، هيعمل بس يا رب يستر. بس على الحرب يا رب ما تقلش. سيت ونجو يا لهوي، ده احنا دخلنا. بس دي الجثث او من اول مرة، اول واحد مات، واحد من الاحمر واقع. يعني نقدم شوية ونشوف يدوب هي بتقل شوية. ابو صرصار لسه عايش، ده بيحجصهم لسه البتاع دول. ده الصرصارين كسبوا بعد ما ايه معاهم واحد النيتف واني واني بين دين 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 دين. هيا دوب يعني يا شباب كسبوا في هذه المرحلة. طبعا هذا مرحلة كبيرة جدا من كبار السن.
هتقولي يعني كبر السن. ايه ده، استنى، راح فين اسمه ايه؟ اه كان تقريبا شباب مختفي، الناس بيخففوه ويقوم جايبينه. اوه بصوا يا شباب، والله عدلوا البدل ده يا عم. الصحة المعفية، تعالى تعالى يا شباب نصور صحته. تعالى اطلع، تعالى نطور صحته. شوف وشكرا. الصحة الهيلث يعني، هيلثك فين؟ هيلثك فوق يا عم. هيلث 110، احنا عندناش الهيلث ده يا عم. الهيلث 180 ده أقوى منه على فكرة. ضربات 15، ايه اللي عارف ده؟ ضربات كده، ضربتك 60 خليها 300، وانت ضربتك 55 يا عم. الرقم بتاع ضربتك 50، فين الصار؟ انا افضل اقويكم على الضربات والصار. ماشي دي ينفع لها يعني، بس ما ينفع لها ضربات 30 حرام، 180 ده حرام، ده ده ضربته كده لا يستاهل اكتر من ده 300 300. وانا هفضل اقوي فيكم كده، واحد اهو 500، اهو بقوي شوية اهو، خليهم بس حلو قوي. يلا نطلع، نطلع نخش تاني. اوكي يا شباب، كبرته خليته عملاق شوية، يعني ايه اقول لكم، خليته يعني قوي. بس طبعا انا بحب اغير لون السلاح، هنحط اتنين من دوت يحجزوا لنا. بس يا شباب بصوا، بخليه لامع، خلوا بين المدرسة العادي العادي. هنحط لنا من الشخص طبعا، ده هما تلاتة وما عارف كام، واحد اتنين تلاتة، هما تلاتة اربعة خمسة ستة، نزلوا 6 شخصيات. هنحط لنا مثلا دوت على جراني على احمد تقريبا. بصوا يا شباب، بصوا مانكل بينجي بس ده. شكرا شكرا، حابب ان انت تقول انك سعيد. ديسكو هم كذب اكلوه في ثواني كده يا شباب، بس لسه طبعا هفجرهم في الاخر يا عم. سي فور اسهل الله. بس تروى ده سي فور، بس هفجرهم كلهم اصلا. شوف الجرة بتاعتها، بص السلام عليكم. ثلاثة بس ده فكت اهي يا عم. تعال وانت بتتحدث. هاي هاي، استنى ايه ده، عايز ينام يا احمد. اطلع كرشك لي كده، بص لي كده يا عم. كل الناس تعمل لايك واشتراك، بفكر اولع فيك، بفكر اولع فيك ينعمل كده فاهم. ولا بس لسه شوف حروب اكبر. بس انا بس بسخنكو، هتنطفي كده. اوكي يا شباب، خلص حمو. هنشيل الجزء ده، تينج انج بينج. طبعا ازيك يا اشتري لموة، اهلا بيك في مصر. يلا دلوقتي فضلنا وعية
حرب واحدة، وهي الحرب دي طبعا هنشوف مين اللي هيكسب في الآخر، هو الصرصار ولا جيش اشتبه ضب 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 يس ولا جيش رأس الكاميرا ولا ايه تاني؟ انت بقى شغل غير رأيي، وهنزبط بابين جيش عم رمضان رمضان بابين جيش ايه يا ترى؟ جيش الصرصار. اوكي دلوقتي نبدأ الحرب. 3 2 1 Let's go. Ready, steady, go. يلا يا شباب. اوكي. ايوه ايوه. الله يا عم رمضان. يا عم رمضان. يا عم رمضان. انا برات في الاخر. برا. اوكي يا شباب. لما ختم حلقة النهاردة بقى مع صنفر الجميل دوت. اوعى تموتني عشان هصورخ خليك تتصرخ. اي تعالي مت بس مسكتك. طلعوا ده هو فين الراجل؟ بس شوية بتخرف شوية. بصوا بس تعالي كده يا شباب. ايوه خلاص حلقة النهاردة مع الصرصار الجميل دوت، وأول تحديثات الجديدة اللي انتوا شايفين اللي انتوا عايزيني كل يوم هنزل لكم شخصيات جديدة. يا شباب خلصنا النهاردة، اشوفكم الفيديو الجاي يا رب الحلقة انتعتكم واسعدكم. يلا سلام بالقشطة بالقشطة والموس. سلام.